احنا داخلين على رمضان يا دكتور، وكل البيوت المصريه تقريبا بتعمل فول. البعض بيستخدم كربونات او مركبات من عند العطار لتسريع تسويه الفول. هل ده مضر، وهل ده هو فعلا بيسرع عمليه تسويه الفول؟ ده هي في الماده اللي هم معظم، ممكن مش عايز اقول كل بياعين الفول، بس اللي هم اللي ممكن نقول معظمهم، اللي هي ماده الاديتا دي من المواد الضاره اللي بيعملوها تسريع للتسويه بتاعه الفول، ودي مواد ضاره للجسم بتاعنا. للناس اللي بتجيب كل يوم فول من الشارع وتبتدي ان هي تكلفه مع التراكم على المدى الطويل، ممكن الماده الكيميائيه الضاره اللي مستخدمينها في التسريع من التسويه دهيت تسبب لهم مشاكل صحيه كتير جدا. طب احنا في البيت هنبتدي نعمل ايه؟ بشدد على ربات البيوت او السيدات في بيوتنا او احنا كلنا اما نيجي ندمس الفول ان احنا لازم ننقعه مده كافيه لا تقل عن 8 ساعات، يعني ممكن كمان من 8 ل 12 ساعه. ده يساعد شويه في السوى. بيسرع غير السوى كمان، بتخلص من اللي هي المواد مضادات التغذيه اللي هي الموجوده في الفول نفسه، واللي ممكن بعد كده بتاثر بالسلب عليا بعد كده او على صحتي بعد كده. فببتدي بنقع، واثناء النقع بغير الميه، الميه تتغير، الميه تتغير. ولما باجي بقى اسوي الفول بتكون في ميه تمام، جديده تماما. ممكن اللي هي البيكربونات او كده، في ناس بتحط فيه التسويه بتاعتها تحط جزء صغير منها، ده وارد، بس انا مش بفضله. يعني انت لحضرتك لما بتنقعيه فتره كافيه، هو الفول معروف ان هو عشان يبقى الطعم والنكهه بتاعتنا تدي له وقته في السوى بتاعته، بياخد سوى كبير. ممكن انا اعمل كميه كبيره عندي وابتدي اعمل اكياس صغيره في الفريزر، وبعد كده اطلع ان انا اسخنها على قد السحور وابتدي ان انا اعمله. ببتدي ان انا ارفع القيمه الغذائيه بتاع الفول اثناء التدميس بتاعه، ان انا بدعمه ممكن بانواع من الحبوب عشان ارفع قيمته الغذائيه. فممكن ان انا ابتدي احط فيه الرز، شويه رز موجودين فيه. في برضه ممكن ارفع قيمته الغذائيه ان انا احط له شويه من العدس، وطبعا بحط له الطماطم وبعض الخضروات اللي انا بحبها. في بقى ممكن عشان انا عايزه احصل على اللون بتاع زي اللون الاحمر اللي بشوفه في الشارع، ممكن قبل انتهاء التسويه بنص ساعه تقريبا بجيب يعني معلقتين صلصه كبار تقال، وعليهم معلقتين نشا ونص ليمونه، وادوبهم في ميه وابتدي ان انا احطهم، وشويه عدس. العدس بقى في الاول مع الرز في الاول. في الاول وفي اثناء التسويه انا بحط العدس، ده بيتحط بيحافظ على اللون عشان الناس اللي بتحب تشتري من بره.